قبل مدة جاءني شخص من المتدينين، لاحظوا الشيطان في لحظة غفلة، في لحظة عدم انتباه كيف يأخذ المؤمن. ولذلك الآية الكريمة تقول تذكروا، يعني يحتاج إلى انتباه ويحتاج إلى ملاحظة. في بلد من البلاد، لا أسمي ذلك البلد، جاءني شاب كلش مرتبك، واضح عليه آثار الارتباك والألم. قال فلان أنا مسوي معصية، ما هو السبيل إلى أن أتخلص من هذه المعصية؟ قلت له إن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم، أنت إذا تبت وتخلصت من التبعات الله يتوب عليك. قال لا، معصيتي كلش كبيرة، أنا لا أستطيع أن أنام في الليل لأنني فعلت هذه المعصية. قلت له كيف؟ قال سيدنا أنا قاتل. الشاب المتدين الملتزم بصلاة الجماعة مرة واحدة والعياذ بالله يتحول إلى قاتل. متى يتحول المؤمن إلى قاتل؟ عند المحك. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كانوا مع رسول الله، كانوا يحضرون صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن عندما جاء المحك ما الذي حدث؟ حدث ما حدث، تغير كل شيء. هذا الرجل المصلي الصائم القائم وإذا به يتحول إلى واحد من أعوان الظلمة. قال أنا في يوم من الأيام كنت في البيت، زوجتي، الإنسان في البيت يجب أن يتقي الله، تأتي إلى البيت منهك متعب من ضغط العمل وإذا بولدك يستفزك. إهنانا إذا مسهم طائف من الشيطان، الإنسان عندما تثار أعصابه ينسى كل شيء. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، الشيطان ينزغ الإنسان، يعني يحرك الإنسان، يدفعه إلى المعصية. الإنسان إذا فقد شعوره، إذا فقد أعصابه، كيف يتحكم في مواقفه؟ ما يتمكن يتحكم، يفعل كل شيء ويقول كل شيء. يقول زوجتي خلت ابني الوحيد أو بنتي الوحيدة عندي، الطفلة أو الطفل أخذ يبكي، إيش ما أسكته؟ إيش ما أشيله أحرك؟ لا ينفع فيه ذلك. في لحظة هياج أخذت هذا الطفل الصغير ورميته على الأرض. يقول سقط الطفل على الأرض، طفل عمره كم شهر؟ 3 أشهر 4 أشهر. أتيت إليه وإذا به جثة هامدة. أنا الآن سيدنا ما الذي أعمل لهذا الذنب الذي ارتكبته؟ هذا مؤمن، هذا مصلي، كنت أراه ملتزما بصلاة الجماعة في تلك المنطقة، ولكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. الإنسان إذا عند مراقبة، عند ملاحظة، الشيطان يغريه، يقول له افعل، ولكن يتذكر الله سبحانه وتعالى.
ويتذكر موقفه بين يدي الله سبحانه فيحفظ نفسه عن المعصية. أنا قلت له: ما الذي يجب عليه أن يفعل من قضايا الدية وقضايا الكفارة وما أشبه ذلك؟ في لحظة واحدة المؤمن بغفلة يتحول إلى قاتل والعياذ بالله. في بلد من البلاد هذه القضايا يمكن أن تتفق لواحد واحد منا، مو في مظهر القتل، في أي مظهر من المظاهر. الشيطان ما عنده طريقة واحدة، يغوي كل إنسان بطريقة معينة.